من حيفا مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات. أحمد أهلا بك معنا. كيف يسير الإضراب ونحن نشاهد من خلفك على الشاشة الإسرائيليون يخرجون للمشاركة؟ نعم، يعني تقريبا انتهت المظاهرة الثانية في مدينة حيفا والتي نظمت لهذا اليوم للمطالبة بصفقة تبادل أسرى. شارك العشرات من الإسرائيليين في هذه المظاهرة عند أحد المفارق المركزية في مدينة حيفا، وذلك أولا للمطالبة بصفقة تبادل أسرى، ثانيا للتنديد بموقف الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو بعرقلة هذه الصفقة. هذا جزء من إضراب جاء تزامنا مع ما دعت إليه نقابة العمال في إسرائيل الهستدروت، التي أجبرتها محكمة العمال على إنهاء الإضراب عند الساعة الثانية والنصف بالتوقيت المحلي، يعني بعد أقل من 25 دقيقة من الآن، بعد أن توجهت إسرائيل إلى المحكمة، وذلك لأنه حاليا دعوة الهستدروت لهذا الإضراب ليست بناء على خلاف أو نضال نقابي للعمال، بل بشأن مختلف وهو شأن الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين. المظاهرات في أكثر من 30 موقعا نفذتها ونظمت هذا اليوم منذ ساعات صباح هذا اليوم، إن كان في مدينة القدس أو في محيطها، في مدينة تل أبيب، في حيفا، في مفارق الطرق الواقعة في الشمال وأيضا في الوسط وفي الجنوب. هذه المواقع شهدت مظاهرات للمطالبة بصفقة تبادل أسرى، ولكن يبقى التحرك الأكبر والأهم هو في محيط وزارة الأمن الإسرائيلي في مدينة تل أبيب، وهي في بالقرب من مقر الكرياب. الأمس نظمت مظاهرة هي الأكبر منذ أشهر، والتي تنفذ في وتنظم في تل أبيب بمشاركة 300 ألف من الإسرائيليين بحسب تقديرات الجهات المنظمة، وأيضا مظاهرات أخرى نظمت بالأمس في مدينة حيفا وفي مناطق أخرى في داخل الخط الأخضر. حاليا لا يبدو أن الهستدروت قد يذهب إلى خطوات إضافية في الأيام المقبلة، ويبقى تعويل عائلات المحتجزين الإسرائيليين على الحراك والمظاهرات في الشارع. في حيفا هناك التزام بهذا الإضراب، ولكن لا نتحدث عن التزام ظاهر كون أن البنوك والمؤسسات أغلقت أبوابها، ولكن المحال التجارية لم تستجب جميعها إلى هذا الإضراب. هناك من أغلق، هناك من بقي في هذه الفترة ورفض الالتزام بهذا الإضراب الذي دعت إليه.